الخوف من الله أصل كل خير. نعم، الخوف من الله تعالى أصل كل خير في الدنيا والآخرة. قال عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال مجاهد رحمه الله: قال: هو الرجل يهم بمعصية الله فيتذكر وقوفه بين يدي الله فيترك المعصية خوفا من الله تعالى. إن الخوف من الله تعالى هو من صفات المؤمنين. قال عز وجل: يدعوننا رغبا ورهبا. والخوف من الله سبحانه وتعالى يكون مسبوقا بالعلم، فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف. فإذا الإنسان تعلم وعرف وتفقه شيئا من أفعال الله تعالى وصفاته الدالة على بطشه وشديد عقابه واستدراجه ومكره بالماكرين، فإن هذا يورث خوفا. وكذا أيضا إذا كان مصدقا بالوعيد موقنا بنار جهنم أعادنا الله منها، فإن ذلك يحرك الخوف من الله تعالى في قلبه. وإذا رسخ الخوف من الله انبعثت الجوارح بالأعمال. قال عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل.